لأن هنا جرير يروي عن من؟ عن قتادة. إذن في ضعف، في ضعف. هل هذا يخفى على الإمام البخاري؟ لا يخفى على الإمام البخاري. فلذا جاء بالطريق الآخر. فهمنا الآن لما جاء بالطريق الآخر حتى يحصل المتابعة. ما معنى المتابعة؟ اشتراك التلاميذ في الرواية عن الشيخ، فيجبر الضعف، يجبر الضعف. فهنا ضعف موجود عند جرير عندما يروي عن قتادة. وبعض المعاصرين ممن تجرأ على صحيح الإمام البخاري عندما كان يقول أنا أدرس الإسناد، هذا كان يقول هذا حديث ضعيف. ليش يا أخي؟ قال جرير بن حازم إذا روى عن قتادة ففيه ضعف، وهذا هنا يروي عن قتادة فبالتالي الحديث ضعيف. هذا المسكين نسي شيء يسمى المتابعات، وهو اشتراك التلاميذ في الرواية عن الشيخ، فيجبر الضعف. يعني هذا الضعيف وفي أوقات له يكون قويا، هو ضعيف بمعنى يا جماعة بالصفر، يعني 2 من 5. لو قلنا له علامة من 5 فهو جاء بكم؟ 2 من 5. هذا ضعيف. لكن كيف نجبر هذا الضعف؟ بآخر، بآخر يشترك معه في الرواية عن الشيخ فيتقوى. إذن 2 اللي عنده من المعلومات والحديث والفقه نستفيد منها، ولكن ليس استقلالا، وإنما إذا وجد له متابعات. مش رياضيات 2 5 0 راسب زي الصفر، لا. نستفيد من إيش؟ من 2 بالـ5. كيف نستفيد؟ بالانتقاء، بالانتقاء. وهذا الانتقاء هو أصعب شيء في علم الحديث. من السهل أن تقول هذا إسناد ضعيف وهذا إسناد صحيح، لكن الصعوبة متى يقبل الضعيف في روايته، ومتى يهم الثقة في روايته. هنا الصعوبة، وهنا يحتاج نفس المحدثين. تفضل. لا، السؤال في آخر الدرس بعد إذنك. الله يجزيك الخير. نعم. فبالتالي انتبهوا إخواني في الله إلى هذا الشيء المهم. طيب، وين المتابعة؟ الإسناد التالي.